آخر التطورات من الموصل مباشرة. معي مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، إذا نتحدث عن استرجاع المجمع الحكومي بالكامل في الموصل كإنجازات حتى الآن، ونتحدث عن تحديات وصول إلى مرحلة أكثر حساسة عندما نتحدث، لأنه اليوم عن المدينة القديمة. نعم نعم بالتأكيد، مع نهاية هذا النهار بالفعل أصبحت منطقة الدواسة التي تضم المجمعات الحكومية بالكامل تحت سيطرة القوات العراقية. وبالفعل مثل ما ذكرت قبل قليل، القوات أصبحت على مشارف المنطقة القديمة التي هي منطقة شارع حلب والفاروق وباب الطوب والسراي. هذه تعتبر الموصل القديمة، المنطقة القديمة هي مكتظة جدا بالسكان، وهي ذات أزقة ضيقة ستشكل تحدي كبير للقوات العراقية. ولكن نحن كنا في حديث مع عدد من الضباط حول خططهم لهذه المعركة أو لهذه المرحلة. هم مستعدون ومتفائلون جدا حسب الخطط التي وضعوها. كذلك كان هنا اليوم، كان موجود هنا في الجانب الغربي من مدينة الموصل السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. تم التطرق كما علمنا في اجتماعاته، كما تحدث لنا بعض الضباط الذين حضروا الاجتماع حول هذا الموضوع وحول هذه المرحلة. نبههم رئيس الوزراء وطلب من القوات العراقية أن تضع الخطط الكفيلة أن تكون خططهم ناجعة وخططهم كفيلة في إخراج صحيح المدنيين. لأنه مكتظة بالمدنيين، مكتظة بالمدنيين كما قلت، يعني هذه المدينة القديمة وصول إلى هذه المرحلة. وفي نفس الوقت يتحدث الجيش العراقي عن احتمال وجود آلاف أو توقع وجود آلاف المتطرفين بين الناس في هذه المدينة القديمة. ماذا قالوا لك عن هذا الموضوع؟ بالتأكيد هناك معلومات استخبارية، وليس يعني لم نحصل عليها بشكل رسمي، ولكن حديث مع بعض الضباط ومع بعض مصادرنا، بالتأكيد سيحاول تنظيم داعش في هذه المرحلة أن يتخذ من المدنيين دروع بشرية كما فعل قبل ذلك، ولكن سوف يكون عليه من الأسهل أن يتخذهم دروع بشرية في هذه المناطق المكتظة بالسكان. سوف يكون على مقاتلي داعش، سوف يكون أنه التخفي بين المدنيين أسهل عليه. نعم، يشكلون تحدي على ما أعتقد للقوات الأمنية في هذه المعركة وفي المرحلة القادمة خلال الأيام القريبة القادمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. كنت معنا من الموصل مباشرة مراسل أخبار الآن وسام يوسف.